الفكر اللي يؤهل اللاعب انه يلتزم بتمارين صباحيه ويلتزم في الليل. اللاعب عندنا يسهر وينام لين الساعه 4 العصر ويرجع التمرين، ويا الله ويجي متكاسل حتى على التمرين ويؤدي التمرين مع زملائه، واصلا ما يبدا التمرين الا بعد ما يضحك مع المجموعه كلهم، وياخذ وقته ولين يصفر المدرب 3 4 مرات، هذا قدام عيني انا شايفه، وبعدين يجي ينتظم في التمرين. وسنابات الساعه 4 4 4 الصبح 4 الصبح السنابات شغاله. هذا مو فكر احترافي يعني للاسف. والله عاد ابو لما اشتغل في الانديه يعني خلاص الحين. لا لا والله شوف، لا والله لا هي حقيقه والله. انا لي علاقه مع اللعيبه هذول يعني قبل لا اشتغل في الاداء اشوفهم يعني. اللاعب الان شوف يعني كثر خيرهم، لكن انا والله ما اريد ان اسيء، لكن اقول لك انا خليهم يا اخي بالعمالقه صالح والخليوي الله يرحمه ويسكنه الجنه يا اخي، وفؤاد انور والعويران والاسماء الكبيره وسامي الجابر ويوسف الثنيان يا اخي. شوف تواضع يا اخي، ايش اللي هذول ايش سووا؟ بالله ايش سووا للبلد مقارنه بجيل ماجد عبد الله؟ ايش سووا يا اخي؟ هذولاك جابوا آسيا سيدة آسيا المملكة العربية السعودية، كانت بفضل فرقة ماجد عبد الله والعمالقة ويوسف الثنيان وأحمد جميل والخليوي أعظم مدافعين في التاريخ، والأخطبوط اللي سميته الأخطبوط محمد الدعيع. الآن شوف تواضع محمد الدعيع وشوف الحراس اللي لهذا، لو قال لك السلام عليكم ممتاز. يوم يا أبو لمن تقول شوف يوم